كرامي إلى ركلات الترجيح، سيبذل اللاعبون أقصى ما لديهم من جهد المحافظة على الهدوء، على هدوء أعصابهم. الآن مع تنفيذ الركلة الأولى، قد تكون الركلة الأولى هي الأهم. الكرة تصطدم في القائم، والآن الدور على سليماني. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة. لعب الكرة في الاتجاه، الكرة في الشباك في منتصف المرمى. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدأ لي أنه مستحيل التصدي لها. محمد صلاح، عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. الكرة في زاوية، والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. يتصدى لها الحارس، تركيز رائع من حارس المرمى، تصدي مدهش. تقدم وسددها بكل ثقة، هذه ركلة جزائية مذهلة. يضعها على اليمين، هذه كرة في المرمى، 3-3. الأجواء نارية مشتعلة الآن. يضعها في المنتصف، ثقة واضحة عليه، وكرة في منتهى الروعة. الجزائر لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. الجزائر لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. هدف، ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى، أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر، ضربة مذهلة. الجزائر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ، سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. توقع صحيح من الحارس، كان بالإمكان أفضل مما كان. الجزائر، هل هي كرة التعادل أم؟ يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. الكرة تصطدم في القائم، الارتياح كبير على حارس المرمى. لعبها ببراعة كبيرة، لكن إطار المرمى كان عنده رأي آخر. كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق. لقد أحسنوا بالتماسك حتى وصلوا إلى ركلات الترجيح، لكنهم سقطوا أمام ضغط ركلات الترجيح بعد ذلك. الأمر سيء دائما للفريق الخاسر.